من جديد اكيد صباح الخير لك الحد انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. طبعا ومثل ما أننا متعودين بكل يوم احد طبعا وبكل الايام بصباحات اللاذقيه بنسلط الضوء على شابات صبايا وشباب سوري دائما عم بيحاول يدور على مشاريع لتكون لتحقق طموحه بالبدايه، بالاضافه لتكون مصدر دخل اضافي للعائله بظل الظروف اللي نحن عم نمرق فيها. اليوم رح نسلط الضوء على مشروع السيدة عتاب دعبول وهو بصناعة الاكسسوار. بالبداية رح نقول لك يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الورد. صباح الخيرات. اهلا وسهلا بحضرتك. نورتي صباحنا. بداية تعرفينا عن حالك اكثر وامتى بلشتي مشروعك؟ هلا البداية كانت من حوالي 3 سنين بالنسبة لمشروع الاكسسوار، بس من قبل كنت عم بشتغل اشغال ثانية، ومن خلال هذا الشغل انطلب موضوع الاكسسوار. طبعا وبعدها بلشت. انت دراستك بعيده عن الاعمال اليدويه وحضرتك شو بتشتغلي؟ خريجه علم اجتماع. خريجه علم اجتماع وبلشنا بالبدايه باعمال يدويه بعدين انتقلنا للاكسسوار. كان في عملين يعني قبل الاكسسوار، الاشجار النحاسيه وبعدين صائده الاحلام لما انتشرت من حوالي 3 سنين صارت تنطلب عندي، هي تعليقات للحيط. حلو. انطلبت للتعليقه للسيارات. بعدها صارت تنطلب قلادة وبعدها أسوارة. من هون ابتديت أنا، من هون بلشنا بالأكسسوار. شفت صار في إقبال كتير للأكسسوارات، يعني طبعا. كان بعيد عن شغلي تماما الأكسسوار، ما كنت حاطة ببالي أبدا. وشفت في إقبال كتير من قبل الستات والصبايا حتى الأطفال يعني. حلو. ومجال واسع. يعني في أكثر من شيء فيك تدخلي أنت بالأكسسوار، أكثر من خامة. يعني كان نحاس، في عجين السيراميك، في الخيوط. حلو. هي يمكن مراحل خلينا نحكي عنها اكثر. هي بلشت من طلبات. من طلبات ايه. وكيف طورتيها؟ صرت اشتغل. هلا هي صائده الاحلام، ما بعرف اذا مبينه هون. ما بعرف اذا مبينه او من في قلادي هون وفي حلق لصائده الاحلام. بلشت اشتغل بالخيوط على مبدا من مبدا الخيوط، يعني كانت خامه الخيوط اول شيء. صرت اعمل اساور الصداقه. شو انواع الحجر متعدده يعني الحجر الموجود شو انواعه بهيدا الاسوارات؟ ساتني والله اللي عم بشتغل بحب اللؤلؤ والكريستال. حلو. حجر الفيروز كمان، حجر الكسر. وهون عم نشوف كمان في حلاق بالوان مختلفه، كمان لولو الحجر اللي مستخدم. هذا اللي بنسميه نحن النمنوم. بنسميه خرز النمنوم الناعم. النمنوم حلو. حلو. بنعديه بالسلك بعدين بنلفه على الطاره. حلو. حلو. كثير حلو. تفاصيلهم كثير يعني دقيقه. خلينا نحكي اكثر يمكن الوقت اللي بتاخده كل قطعه، حسب مثلا هيدا الحلق الزهر ممكن ياخذ قد ايه معك؟ هيدا على الممارسة صار بياخذ معي حوالي 3 ساعة لنص ساعة. 3 ساعة بس؟ من 3 ساعة لنص ساعة على الممارسة، بس بالبداية بدك تطولي كثير. أي شيء بدك تبلشي فيه فهو صعب. حلو. لحتى تحفظيه. وبعدها بصير على الممارسة الشغل سهل. ودائما في شيء جديد. يعني دائما في شيء جديد الواحد بحط روحه يمكن بالقطعة اللي عم يشتغلها. أنا بصراحة تعلمت عن النت. كورس عن النت. بشوف الشغل بضيف أحيانا للقطعة. ايه صار الخيال لحاله بيشتغل يعني. صحيح. انت بس تحبي الشيء انت بتتوسعي فيه لحالك. اكيد. الافكار والموديلات منين بتاخديها؟ عن النت. انا بحياتي ما تعلمت عند حدا. كل شغله. طلبات ممكن كمان تجي طلبات بصورة حسب الطلب، لو ماني شغلته للشغل بيشتغله. الصعوبات اللي واجهتيها بالبداية، كنت عم تحكي حضرتك أنه كان في عندك مشروع قبل، من خلال هذا المشروع وصلنا. قد ايه كان في صعوبات بالبداية بالنسبة للإكسسوارات؟ بدك بالنسبة للإكسسوارات بدك المشروع من البداية يعني. هلا هو اللي بيعيقنا دائما كان الأسعار اللي عم ترتفع دائما. صحيح. هيك. يعني أنا هلا ما حسنت أشتغل بالأحجار الكريمة لانه اسعارها مرتفعه، يمكن حتى ما فينك تبيعيها كمان نفس الشيء. يمكن كثير بيجي على بالي اشتغل دخل للمعدن النحاس الاحجار الكريمه. احجار كريمه. صحيح. لهلا ماني قادره بشتغل ضمن الامكانيات المتاحه لحتى يكون الاشخاص حتى هن قادرين يقتنوها لهيدي الاكسسوار. الحمد لله في يعني موديلات متعدده. صحيح. الواحد بس يحط بباله شيء فيك تعملي من اي خامه، يعني انا ما واقفه على خامه وحده. صحيح.
يمكن الذوق فاتن، الذوق هو اللي بيلعب هون دور، ذوق السيده وذوق اللي بدها تشتري القطعه دائما هون بتلعب دور، بعيدا بغض النظر عن نوعيه المواد. خلينا نقول اكيد انت بس تحبي الشيء لحالك بتطلع الافكار لحالها بتطلع معك. صحيح. العجينه السيراميك يعني متنوعه كمان، عامله الورد الجوريه، عامله زهره الاقحوان، بنعمل طقم كامل، حلق، خاتم. تورجينا اياها، ما بعرف نحن اذا في اتحركنا كاميرا شايفين. حلو. هلا الورد الجوري عامله منها حلق من عجينه السيراميك. من عجينه السيراميك وزهره الاقحوان كمان. من عجينه السيراميك. هلا الورده انت اللي رسمتيها يعني بعجينه السيراميك؟ هيدي لا قالب ولا شيء، هيدي تفاصيل بكل يعني كل خطوه بخطوتها يعني يدويه. قد ايه دقيقه هيدي القصص؟ بدها دقه. انت بالعموم بتحبي الرسم؟ خلينا نقول هون في نوع من الرسم، خلينا نقول انت هيك بتحبي الرسم من زمان؟ هلا انا بصراحه مؤخرا بلشت ارسم من شيء قبل لا. ايه كانت الفكره ببالي بس ما عندي الجرأه. حلو. لحتى اتعلم عند حدا، انه قلت هذا الرسم مانو لعبه. صحيح. لازم اتعلم عند حدا. بس ابني الصغير مسجل دوره رسم، صار يشجعني. حلو. عملت اول شيء بدايه العاب الاطفال اكس او، رسمنا فريقين يعني لانه رسم صغير جرأت ورسمته. حلو. وبلشت ارسم له على الاحجار وحطيتهم يعني كثير حلو عرض يعني. يعني هون ابنك الصغير هو اللي ساعدك. ايه بالنسبه للموضوع. صحيح. الرسم هو اللي قواني. حلو. هو حلو. اللي شجعني. حلو كثير. تمام. هلا تسويق المنتجات كيف عم بيكون خلال عملك؟ حاليا نحن ب صاله المراه الريفيه باداره الانسه رباب عيسى ورده، بنسوق بصاله المراه الريفيه. شاركتي بمعارض؟ شارك. ايه عم شارك بالمعارض من عام 2019، معرض الزهور كانت البدايه، لانتهاء بمعرض الفينيق بالشهر الخامس من العام الحالي. صحيح. شو بدنا نحكي عن العائله، عم تحكي انه ابنك الصغير هو اللي ساعدك بالبدايه. عصفوري الوحيد، ما عندي غيره. الله يخلي لك يا رب. بس دائما العائله دائما هي اللي بتساعد الاشخاص بالمشروع. نحكي عن العائله، كيف كانت عم بتشوف القطع اللي انت عم بتطلعيها؟ كيف كانت عم بتدعمك بهذا المشروع؟ كان في تشجيع من قبل الاهل والاقارب والاصدقاء وزوجي وابني بالبدايه، بالنهايه كان كثير يشجعني. شو ما عملت بيقول لي ماما هذا كثير حلو. وبيحاول يقلدني يعني في اكثر من شيء، كل شيء بعمله جديد بيحاول يقلدني فيه. حلو. والكل يعني المقربين كلهم بيقولوا لي انه هي القطعه حلوه. بكون في نوع انا بعمل جهدي بصراحه اني ما اعرض شيء من شغلي ولا قطعه مهما كانت بسيطه اذا ما كانت متقنه بشكل كامل. في نوع من النقد يمكن الانسان بيواجهه، ولكن هذا النقد الايجابي اللي بيخليني صحح على القطعه. انا كثير ببسط. كثير بنبسط، بتشكر كل حدا نقدني نقد ايجابي طبعا، يعطيك توجيهات. قدمني نصيحه. صحيح. صحيح. كثير حلو. هلا عم نشوف مجموعه كبيره يعني متنوعه باشكال مختلفه، نحكي عن دارج اكثر شيء اللي عم بيحبوه الصبايا اللي عم بيطلبوه كثير، شو هو؟ هلا كل الاكسسوارات ما بيبطل موديلا، بس في شيء بيتفوق على شيء يعني تكونه دائما في شيء جديد. هلا دارج البلاكسي، البلاكسي دائما هلا كثير يعني منتشره دائما. ايه منتشره بلاكسي المعدن والبلاستيك. كانت اسماء اشكال هي اللي مسيطره هلا على السوق بصراحه. حلو. على ساحه الاكسسوارات. تمام. بس ما بيمنع انه كمان في اذواق، الناس اذواق. صحيح. الناس اذواق اكيد. في صفحه على الفيسبوك دائما الاشخاص عم يعتمدوا بهالمرحله على الفيسبوك والتسويق الالكتروني، في صفحه لك على الفيسبوك؟ في لي صفحه وعم سوق عليها. حلو. عم تنزلي القطع والتصوير وهيك. حلو. كان انتشارك اوسع على صفحات التواصل الاجتماعي، عم نوصل لاكبر عدد من الصبايا. كيف تم الطلب يعني؟ في طلبات على الصفحه. في طلبات. ومؤخرا افتتحت محل من حوالي 6 شهور عندي جنب البيت. عم بيكون في اقبال للصبايا على هيدا الاكسسوار. حلو. هلا لكل سيده يمكن متخوفه من بدايه جديده، يمكن دائما انه بدي لحتى، طبعا كلنا اكيد عم ندور على مشاريع منشان يكون يتحقق يمكن نوع من مصدر الدخل الاضافي يمكن للعائله بظل هيدي الظروف، ولكن في سيدات بيكونوا متخوفين من البدايات، شو بدنا نقول لهم ستايتو؟ لا ما في داعي للخوف ابدا. طالما في رغبة ومحبة للعمل بدنا نشتغله. ولازم يكون قبل البداية لازم يكون الواحد واثق انه في استمرارية وما في يأس. تماما تماما. يكون عنده صبر. ما نشتغل شهر شهرين او سنة سنتين ونوقف عند اي مطب.
صحيح. الحياة مطبات، بدنا نضل نصبر يعني لحتى نقطع المطب ونمشي بالطريق السوي. اتمنى لك يعني اجباري في عقبات. اتمنى لك النجاح بمشروعك وان شاء الله بتحققي كل احلامك. سيدة عتاب دعبول نورتي صباحنا لهيدا اليوم. بتشكر دعوتكم، يعطيكم العافيه. يعطيكي الف عافيه، يا رب بدنا نتمنى لك التوفيق وبدنا نضم صوتنا لصوتك ونأكد انه اهم شيء الصبر والاراده عند بدايه اي مشروع. يعطيكي الف عافيه، شكرا لحضرتك.